خليني أفهم بقى من الأستاذ أحمد حسن وهو محامي الفنان الروسي العالمي حول ما حدث أو من ملابسات هذه القضية اللي أنا عارف إن احنا نعرفها، بس وجب التذكير بتلخيص، وفي نفس الوقت هذا الحكم إن كان حكما بتاع حكم أول درجة، وهل لازالت هناك درجات أخرى من التقاضي أم إنه هذا حكم نهائي بات. أستاذ أحمد إزايك؟ الحمد لله سيدي، اهلا وسهلا بالسياده. عامل ايه؟ اهلا وسهلا. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله يا فندم، الحمد لله. تعال نلخص القصه وتشرح لي هذا الحكم، هل هو حكم اول درجه ولا ده الحكم النهائي؟ تمام جدا. انا بس حابب في البدايه اشكر سيادتك جدا على المقدمه اللي يعني اللي الموضوع يستحقها بالفعل. يعني عفوا يا فندم، خالص حقكم بكل ابعادها. اشكرك شكرا جزيلا يا فندم. حابب بس اقول ان بالفعل زي ما سيادتك تفضلت وقلت ان يعني كان كل شويه بيطلع ادعاء ان احنا يعني ما تقدمناش ببلاغ رسمي، ان ما فيش حاجه يعني مقدمه تجاه او ضد غدا وادي. فطبعا على لسانها الانتقادات او الاقوال اللي كانت دايما مضاده سواء في الحديث التلفزيونيه او عبر السوشيال ميديا، ان ده اقتباس او ده نسخ او احنا الاثنين واخدين من عمل واحد في الحضاره المصريه مره، من الفنان عالمي زي بيكاسو مره ثانيه. فكل ده الحمد لله رب العالمين يعني تم نفي قاطع واثبات حق موكلي الحمد لله رب العالمين النهارده بحكم ده كان بالحكم اول درجه، وهي اكيد طبعا لها حق الاستئناف ده برضه للعلم يعني طبعا خلال 10 ايام باذن الله. واحنا من بعدها ان شاء الله في اجراء اخر لاحق طبعا هنكمل على مساله التعويض المؤقت بالتعويض الذي بقى نراه وان شاء الله يعني في نرى حق لموكلنا ويرى موكلنا حق لي يعني باذن الله. هو بس محل دراسه عن المبلغ اللي هيتم المطالبه به بعد اجراء الاستئناف من قبل المصممه غدا والي او محاميه غدا والي. عظيم. يعني هتشوفوا غدا والي هتتخذ اجراءات قانونيه ماشيه ازاي، وفي مزبوط. في كل الاحوال انتم متمسكين بموقفكم القانوني وبالمضي قدما في هذه الاجراءات القانونيه. اما مساله التعويض هيصل لقد ايه فده لسه قيد التباحث ما بينك طبعا ك يعني محامي الفنان الروسي وما بين الرجل نفسه وبحد ذاته. هو مش جاي مصر قريب ان شاء الله؟ احنا بنحاول والله يا فندم، بس هو بس كان عنده ظرف مرضي خاص بزوجته، لكن هو يتمنى طبعا زياره مصر في اسرع وقت باذن الله. الله خاصه يعني بعد ما يعني تلقاه من استحسان ووقوف ودعم من ده. طبعا رساله ثانيه حابب اوجهها من خلال برنامج سيزيف بعد اذن سيادتك. ارجوك تفضل. يعني بشكر كل فرد وكل شخص من افراد الشعب المصري على وعيهم يا فندم وثقافتهم، ويعني المطالبه بحق الشخص ده من اللحظه الاولى لهذه القضيه وهذه الدعوه، وايمان المصريين بحقوق الافراد سواء بغض النظر هو مصري او غير مصري. بشكر كل الناس اللي كانت على ثقه ايضا في القضاء المصري، واحنا نقلنا الثقه دي يا فندم احنا على مدار عام ونصف. النيابه العامه الموقره يعني شالت امر هذه الدعوه على اكتافها مشكوره، بالتعاون مع النيابه العامه الروسيه كان في اتفاقيه يا فندم فعلت هذه الاتفاقيه بالفعل. يعني الحمد لله كلنا في سبق ان هذه القضيه تكون قضيه تعاون، الاتفاقيه تكون على ارض صلبه وارض واقعيه. من خلال الواقع بتاعتنا احنا يا فندم كان في تعاون قضائي روسي مصري بفحص الملفات اللي قدمها الفنان الروسي ومخاطبه الجهات الروسيه المختصه عن مدى صحه هذه البيانات او الشهادات اللي احنا قدمناها. فانا بشكر النيابه العامه الموقره طبعا على يعني على صبرها، وكان في طبعا ضغوط شديده جدا ان يعني المده كانت طويله او ايا ما كان، لكن كان في ثقه كبيره جدا عندنا وثقه كبيره ايضا احنا نقلناها بالفعل الحمد لله طبعا للممثل الروسي الجنسيه عايش في فلوريدا. فالحمد لله برضه كان الموضوع مطمئن جدا ليه، وكان في النهايه عارف ان شاء الله حقه هياخده. وبالفعل الحمد لله ده ترجم النهارده في الحكم اللي احنا حصلنا عليه. فحابب اذكر من خلال سيادتك الشعب المصري كافه اللي وقف جوار الشخص ده وجوارنا احنا كاصحاب حق الحمد بص لله. بص انا وانت شهادتنا مجروحه يا استاذ احمد، احنا مصريين في النهايه، فاحنا كاننا بنشكر انفسنا، لكن انا معاك في ان احنا بننتصر لاجل الحق
ده نمرة واحد، وده بالمناسبة يعني انتصار من القضاء المصري بكل مستوياته للحق أولا، ودي حاجة مهمة جدا جدا، وده دايما بيعلي من شأن قضائنا على شأنه الرفيع شأن آخر يعني. لكن طبعا أنا أنتهز المسألة في أنه أول ما الراجل يوصل وينور القاهرة بإذن الله عندنا هنا في هذا المكان الرائع، قول له بقى ايه، بص انت هتروح التلفزيون المصري مرة واحدة كده، التلفزيون المصري مرة واحدة، احنا غير زي ما بيتقال. اشكرك جدا استاذ احمد حسن محامي الفنان الروسي، ولا زالت اجراءات القضاء الاجراءات القضائية مستمرة.